عامي للوقايه المدنيه ديال فاتح مارس، تعلمنا بزاف د الحوايج واستقبلونا استقبال زوين بزاف، ورونا كيفاش نطفيو الحرائق وكيفاش نعالجوا المصابين ونشوفوا هذا الهلال الاحمر، علاج المصابين وكيفاش نحبسوا النزيف ديال الجرح وكيفاش نديروا الاخطار، وشكرا. السلام عليكم. بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، نحن تلاميذة أطر وتلاميذ جنان الزهراء قمنا بزيارة لعين المكان التي بمدينة نواصر، واستقبلنا استقبالا حارا، وقاموا الأطفال الصغار بزيارة عدة أماكن منها الهلال الأحمر، و يعني شاهدوا للوقاية المدنية، شاهدوا عدة معدات مختلفة وتمكنوا من معرفة كل ما يخص هذا الميدان، ونشجعهم كثيرا وكانوا أبطالا كبار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، اليوم تشرفنا بزيارة المركز الخاص بالوقاية المدنية باش نبينوا للوليدات الأهمية ديال المجهودات اللي كيقوموا بها رجال الوقاية المدنية. طبعا الشكر موصول لكل الأعضاء اللي ساهموا في إنجاح هذه الظاهرة بغية توصيل أهم الأشياء اللي كيقوموا بها رجال الوقاية المدنية. شكرا للتلاميذ، والحمد لله نتمنى أن كل شيء يكون يستفد من هذه المراحل وهذه العروض اللي قدموها لنا رجال الوقاية المدنية. بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، شاركنا في المقر الوقاية المدنية، درنا ورشات الفائدات تلاميذ المؤسسة الخاصة، ضمننا ثلاث ورشات. الورشة الأولى كانت فيها علمناهم كيفاش يديروا الوضعية الوقائية الجانبية لشخص فاقد الوعي ويتنفس، والورشة الثانية كان فيها واحد عنده نزيف لا يتعدى راحة اليد، وريناهم كيفاش يستعملوا الضيما الضاغط، وكذلك درنا لهم واحد فاقد الوعي ولكن لا يتنفس، وريناهم كيفاش يديروا الإنعاش القلب الرئوي والإخطار، وكذلك ودنا الاخطار باش يتصلوا بالوقايه المدنيه باش يقدروا يجيو. كنشكروا بزاف الوقايه المدنيه اللي استقبلاتنا، ودورنا استفدنا من الوقايه المدنيه وراونا كيفاش بالنسبه للحرائق شنو المعدات اللي كيستعملوا، وكذلك شرحوا لنا ايامات كوفيد شنو هما المعدات اللي استعملوا، كيفاش كان التدخل ديالهم، واستفدنا بزاف وكنشكروهم. اليوم جينا نشوفوا هذا العتاد ديال الوقايه المدنيه باش نستافدوا ونوريو الناس اللي بغاو يعرفوا هذا الشيء، لان كيصلح للشعب كيصلح للمواطنين. الا كان ترشي واحد ولا كان شي عافيه ولا كان شي شفنا العتاد اللي هو يصلح لهذا الشيء وينفع في الامور الصعبه ديال البر وديال البحر وديال من فيها على جميع المواطنين. الوقاية المدنية في مصالح، عندها مصالح وعندها كتعاون الشعب وفي خدمة المواطنين. شو حطاح في البير، العتاد موجود والناس موجودين.